ده القاد البيانات القوميه او على المستوى الوطني، مش بس بيخدم وزاره التضامن، ده بيخدم الدوله المصريه طبعا. المعلومات سلاح، المعلومه عظيم. سلاح عظيم. طبعا النقطه المهمه في المرصد برضو حضرتك ان احنا جغرافيا بننتشر على مستوى الجمهوريه بالكامل، وبالتالي النقط الاساسيه او النتائج الاساسيه اللي هتطلع من كل نقطه زمنيه هترصد لحضرتك انك محتاجه توجهي بشكل نوعي ايه نوع الدعم او ايه نوع التوعيه اللي محتاجه تزيد. فمثلا لو احنا عندنا بقعه معينه، مثلا منطقه جغرافيه معينه، هي عندها وعي كافي مثلا بالريبرودكتيف هيلث او بختان الاناث او الزواج المبكر، طب ما انا اوفر جهدي هنا، تكلفه الحملات دي بتكلف جدا طبعا، وما انزلهاش، انزل لها في حاجه تانية تكون مفيده بالنسبه لها، والعكس. ده جزء من الموضوع جغرافيا، ان حضرتك تقفي كل نقطة لأقل نقطة جغرافية تبقى عارفة حضرتك مقاييسها إيه من ناحية الوعي، والوعي قدره قد إيه. ده موضوع مهم جدا يوفر على الدولة كتير جدا والوزارة طبعا بشكل خاص. طيب ممكن برضو أسأل حضرتك، يعني وإحنا بنتكلم في استثمار هام جدا وهو الاستثمار في البشر، يعني ده شيء مهم وعملنا كتير، يعني واحدة من أهداف الدولة هو نشر الوعي وعودة الوعي زي الهاشتاج اللي بنكتبه. حضرتك شايف إيه التحديات اللي بتواجهنا في هذه المعركة؟ لأن أنا شايف أنها معركة طبعا. عودة الوعي هي معركة لاسترداد هذا الوعي. إيه التحديات اللي بيواجهها المجتمع المصري؟ هنتكلم بشيء من الصراحة أو الوضوح. يعني أولا الوعي لازم ينبع من الشخص نفسه، ولازم له تحفيز، ولازم له ثقة. طول ما المواطن حاسس أن الوعي ده، أنا لما أقفل الحنفية شوية الفاتورة تجيله قليلة، وبالتالي المياه مش هيحصل لها مشكلة أو غيره، الصورة الذهنية دي أو مدى الثقة أن أنا مثلا ببلغ عن حاجة سلبية، أن أنا بغير نفسنا فبتنعكس على أسرتي أو على الشارع أو على الحي أو غيره، دي أهم تحدي في الموضوع، أن الشخص نفسه درجة الوعي اللي توصل له من المبلغات عن أو اللي بيقدمنا هذا الوعي لازم يكون مؤهل بشكل قوي جدا أن يوصل الوعي ده ويبقى حضرتك اقتنعتي. حتى لو حضرتك ليكي تصور تاني، انا عمر الوعي ما هيجي بالقهر، عمره ما هيجي بالضغط، هي حاجه تغيير شخصيه. السلوكيات انا قافل عليا بيتي، ما حدش عارف انا بضرب عيالي ولا لا. لو حضرتك جيتي سالتيني هتيجي تقولي لي انت بتضرب ولادك، اقول لك لا، في حين انا لسه ضاربهم. تمام. فهي لازم تيجي من منشاها الوعي تحديدا في كل الملفات بقى اللي احنا اتكلمنا فيها شويه، او كل الاطر دي لازم تكون نبع من الشخص نفسه. النقطه الثانيه المهمه الاشراك. الوعي قضية مجتمعية في المقام الأول طبعا، الإشراك لأن في بيئة محيطة. يس. ممكن واحد يبقى عنده هذه القدرة على تغيير السلوكيات السلبية ولكن عنده بيئة محيطة غير مساعدة. فيري جود. دي نقطة تانية بقى، حضرتك أحيانا مثلا ما بنيجي، وده بيحصل في البحوث الميدانية، بتيجي حضرتك تكلمي شخص تقولي له إيه أنت ناوي مثلا تجوز بنتك قبل سن 18، يقول لك مستحيل. طب اطلع قول ده، حاجه بنسميها مثقف الاقران، اللي هو النوايا اللي بتبني مثقف الاقران. فاطلع قول كده، ما اقدرش ياكل وش، ما اقدرش. فدي نقطه عارفه عليك بقى تحدي طبعا. دي جزء من التحدي. الحقيقه في ايجابيات كتيره من الموضوع ده، ان حضرتك لا بقى في وعي زياده شويه، الناس بدات تحس الى حد كبير في ظل كمان مثلا الضغوطات اللي احنا بنشوفها على مستوى العالم، ضغطه كل الدول، لا هو انا لازم ابقى اسمع الناس دي بتقول ايه، لازم افكر انا قبل ما اخلف الثالث والرابع، دي لازم افكر ايه الوضع شكله عامل ازاي، وتكلفه الطفل بالنسبه لي شكلها عامل ازاي. احنا عندنا حملات في الوزاره او برامج خاصه اسمها 2 كفايه او كده، يعني ده انت لازم تسمع النتائج، وده دور الرائدات اللي هم العصب الاساسي في البحث. طب حضرتك اللي هم اصلا احنا استخدمنا او اعتمدنا على الرائدات خليناهم باحثات ميدانيات. طب ما الرائده اصلا بتزور الاسره اصلا بطبيعه الحال، وعلى فكره في جسر ثقه عالي جدا ما بين الرائده وما بين الاسره. يعني عارف حضرتك بيختلف شويه عن الحضر، الريف تحديدا الرائده اللي بتروح توعي دي بتبقى عارفه ادق التفاصيل جوه البيت، وعارفه كل التفاصيل اللي تتعلق بيهم، فالسيده مثلا مش تكذب عليها،
مش هتزيف الحقيقه تقول لها بضرب بضربهم. فعارف حضرتك ودي نقطه تنافسيه قويه جدا وميزه نسبيه في المرصد، ان اللي بيقوم بجمع البيانات وتكوين قاعدة البيانات هم الرائدات اللي على تواصل بشكل مباشر مع الأسر. يعني في عندكم في كل كفر ناجع مدينة 15,000 رائدة على مستوى الجمهورية من البيئة نفسها أو من المكان طبعا من لازم تكون من ضمن المجتمع طبعا فعرفاء النيتشرز بتاعته طبعاً. وطبيعته وكل حاجة. فطبيعة الحال ما فيش نوع من يعني عارف حضرتك لما بنشتغل في بحوث ميدانية مثلا فأنا باحث بنزل لحضرتك مش عارفاني فممكن تتجملي شويه طبعاً. ممكن تخافي تقولي معلومه مش بس في الريف في الحضر وطبعاً. حضرتك لو جيت لي كباحث اجتماعي بيتي وعايز معلومات مش هكون في تحفظ شويه طبعا هيبقى في تحفظ وحتى لو حضرتك هتحاولي توري صوره غير الصوره الحقيقيه هبقى متوجسه منك جدا يعني وبتضرب الاولاد خالص لا طبعاً. بضرب. لكن لو الرائده اللي بتسال هتقول لها كل الحقيقه مظبوط. فيعني دي نقطه طبعاً. نسيت اقول برضو على جزء خاص بالمشاركه السياسيه يعني جزء خاص بالمواطنه احنا بنسال السيدات اسئله تفصيليه. طب ليه السيدات برضو يعني ده سؤال مهم جدا. الست دايما ودايما بقولها في معظم لما بتقود الحركة دي حقيقة الراجل دايما أو الزوج هو قاطرة زيها لكن هو مش مهتم قوي بالماضي مش هو اللي هيقود الجزء ده. أنا بتكلم عن الميجوريتي مش بتكلم عن علاقات خاصة. أيوة طبعا. السيدة هي الانعكاس دايما اللي احنا شايفينه هي اللي بتربي الأولاد وبتذاكر لهم وبتقعد معهم وبتقول لهم لا ده غلط ولا ده صح وبيلمحوا منها كل حاجة وبتقدر تقنعهم وكل الأمور دي. فلو حضرتك عايزة تستهدف أي أسرة تنجحيها لازم تبدأ بالست سيد المؤهلة ربة البيت لو حضرتك عايز أي وعي مجتمعي طبعا. فده نقطة دي نقطة مهمة جدا طبعا. طيب حضرتك اتكلمت عن نقطة ثالثة برضو عايزين نعرف عنها وهي الحافز. الحافز بالنسبة لنا هو طبعا مش حافز مادي لأن دول يعني هم اوريدي متغطيين تغطية حماية اجتماعية داخل لأن دول الأسر الأولى بالرعاية. الحافز معنوي يعني الحافز إيه مفيش حافز مادي ان هو فكره ان انا دلوقتي انت لو عملت كده لو عملت كده ادي نماذج سيئه جدا هتشوفها لو ما عملتيش كده ربما ينعكس عليكي ان انت ممكن تفقدي الاسره نفسها تفقدي ابنك. يعني مثلا من ضمن الحاجات الادمان ده معمول له جزء كبير في الكوتشينير. هل السيده نفسها تعرف تتعرف على ابنها او بنتها انها مدمنه ولا لا؟ محتاج وعي محتاجه تقديم وعي. طب لو انت حضرتك اهملتي فيها ايه اللي هيجرى؟ ممكن تتفاجئي فجاه وده حصل كتير جدا يعني تتفاجئي فجاه ان الابن ده بيسرق او البنت دي بتسرق او ماشيها مش مظبوط او الابن نفسه بيمد ايديه وانت مش دريانه وبيتعاطى بقاله فتره طويله جدا على ما تكتشفي وتعالجي تكلفته ايه بالنسبه لك بقى نفسيا ومعنويا نفس الكلام موضوع الملف الخاص بالهجره غير الشرعيه نفس الكلام في الانجاب الكتير انت عايز تنجبي كتير ليه؟ طب ما انت هتضغطي والولاد ممكن ما يقدروش يدخلوهم مدرسه ثم يبقوا اصبحوا عبء عليكي ولو انت بتخلفي في سن كبيره شويه ربما يجي لك حاله من الديسابيليتي او من الاعاقه فيزود حملك حمل. كل التفاصيل دي يعني بيقدمها الرائدات بس بشكل حضرتك عارفه مقنع وشكل يعني مدرب يعني حضرتك بتقدم لهم المعرفه كحافز طبعا ونتائجها ايه ونتائجها ازاي مفيده ليهم في حياتهم طبعًا. كحافز بالدليل وطبعا زي ما حضرتك قلت في مبادرات تانية ومشاريع تانية بتعمل على الحافز المادي طبعا ده يعني موجود احنا بنتكلم في القضيه السكانيه وفي التحدي العظيم بتاعنا بتاع الحد من النمو السكاني احنا بنتكلم عن حوافز ماديه طبعًا. ازاي بيخلوا هذه المراه ايضا المستهدفه عندكم ايضا مستهدفه عندهم بيدوها مثلا امكانيه انها تعمل مشاريع انها تشتغل من بيتها بالزبط. انها تبقى بتدخل دخل للبيت بالزبط. فده هيديها جزء من المسؤوليه ويحسسها بانها لازم تقدر يعني تخلف على قد ما هي تقدر تعيلهم مظبوط. طيب ممكن برضو اسال حضرتك عن الخطط المستقبليه للمرصد يعني ايه الحلم اللي عندكم؟ الحلم اللي عندنا ان احنا اجي مع حضرتك خلال مثلا فتره قريبه اعرض لحضرتك المؤشرات الخاصه بالمصر طبعا هي دليل ودرجه دليل نجاح دليل كبير جدا وجايد مهم جدا على الطريق دليل على الطريق اقدر ارصد لحضرتك كل ما يتعلق بالاسر المصريه
وبشكل كبير جدا في الأسرة الأولى بالرعاية. احنا واصلين لكل مؤشر، احنا يتخطى دور المرصد رصد المؤشرات هو تحليل الأسباب، ودي نقطة لازم نركز عليها جدا. طبعا. فكرة ان احنا نرصد ماشي اوكي، نسبة مثلا في الاستطلاع الأولي مثلا طلعت مثلا السيدات اللي لا يرغبن في حمل هم حامل فيه حاليا كانوا كام؟ كانوا يقتربوا، وان كانت نتاج دي كاب بايلوت ستادي او تجربه استطلاعيه، طلعوا 27%. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، ان دي برضو نتيجه جديده قديمه مزمنه. يعني احنا نسمع من افلام الابيض والاسود ده جه غلطه، اصل ما كناش عاملين حسابه. هنا بقى ما دي تحدي عظيم احنا واجهناه من عقود طويله ولا زين. هنا بقى احنا بنركز، لو حضرتك بصيتي على المحتوى بتاع الكوتشينير نفسه او الاستماره نفسها، هتلاقي انت بتسالي عن تاريخها الانجابي كله ونواياها واستخداماتها ومعرفتها وسلوكياتها، وبالتالي هي فعلا ما عندهاش نيه ان هي تنجب. بس هل حضرتك بقى استخدمت الطرق الاساسيه انك تمنعك انك تنجبي، ولا هتفضلي تنجبي وتقولي ده ما كانش قصدي؟ هنا بقى يجي دور التوعيه. اولا السيدات في مصر اللي بينجبنا حمل غير مرغوب فيه غالبا هم ما بيستخدموش الاساليب الفاميلي بلاننج ميثودز الفعاله. هي عندها في فكر سائد دايما بين الستات ان انا جرانتي انا استخدمت الوسيله فانا مضمون 100% معايا ثق ان انا مش هعمل تاني. لا، هو حضرتك لازم تتابعي، لازم تتاكدي. لا، انت نفسك جسمك وهرموناتك بتتغير بمرور الوقت، ممكن قد تكون الوسيله في التوقيت ده مناسبه، قد تكون بعدين بعد سنه 2-3 مش مناسبه، فعرضه ان هي يحصل لها دامج فانت تحملي. هو انت مستخدمه الوسيله، بس هل المتابعه الاستمرار في المتابعه ده مهم جدا؟ لان السيده زي ما بقول لحضرتك جزء منهم طبعا بيتوقع ان هو طالما استخدم خلاص انا محتاجه اتابع مع طبيب او رائده او وحده صحيه او غيره. لا، انا خلاص. طب ما دي مهمه في الحاله دي بتتقاطع مع وزاره الصحه. وزارة الصحة طبعا موفرة كل السبل للناس انها تنظم الانجاب، ولكن هي طبعا محتاجة الوعي، لكن الوعي ده بيتقاطع طبعا في هذه المهمة مع وزارة الصحة. طبعا اكيد بتحاولوا انكم توصلوا النتائج دي للوزارة طبعا، وهي طبعاً. في المقابل هل بتتلقى هذه البيانات بعين الاعتبار وبيبقى في عمل تكاملي؟ يعني بتبدأ تعلي هي حملات التوعية بتاعتها مركز تحديد الانجاب؟ ده اللي هيحصل من المرصد. هو حاليا بيتم التنسيق، بس لما حضرتك تنشئ قاعدة بيانات وطنية لها أساس علمي ومستند إلى أدلة قوية جدا لها مصداقية عالية من داخل الأسرة، ده موضوع مختلف خالص طبعاً. خالص. في طبعا داتا بتتجمع بطبيعة الحال في أماكن كتير ومشروعات بحثية بتتم، بس المرصد ليه بس ميزة نسبية اللي أنا قلت لحضرتك عليها. أولا الانتشار الأفقي والانتشار الرأسي. احنا الأفقي قلنا الرائدات في 15,000 رائدة على مستوى الجمهورية، ما فيش نقطة مش هتتغطى. طيب والانتشار الأفقي؟ الانتشار الأفقي على حجم التوعية. لا لا لا، أقصد الأدوات نفسها متكاملة فعالة وكتير. حضرتك مش داخلة ترصدي حاجتين وتطلعي، ده انت بتمسكي الاسره من اول الارضيه للبلاط، الزوج شغال قد ايه، طب كان شغال قد ايه الاسبوع اللي فات، طب حالتهم الاقتصاديه قد ايه، طب عندهم ملكيه قد ايه، ملكيه حاجات داخل الاسره، اخبار الدخل ايه، اخبار مين اللي كام واحد بيشتغل في الاسره، الحاله الصحيه للاسره. انا بتكلم حضرتك دلوقتي لسه ما جتش الاداء الاكبر، ده كل ده فيما يتعلق داخل الأسرة. فحضرتك انت واقفة على كل حاجة بشكل عدد مهول، لأن معظم البحوث الإحصائية بتتم على عينات غالبا طبعا. تمام؟ لا، احنا مش بنستخدم عينات، انتوا بتستخدموا كله الرائدات بتاعكم. عارف عزيز التعداد لما حضرتك بنعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيطلع يعلن عن نتائج التعداد، بيعلن عن نتائج ايه؟ انه دخل بيت ومدى ثقة ومصداقية عالية جدا، لأن هو ما خدش عينة وعمل عليها بنسميها احنا البريدكشن مودلز، ما عملش بريدكشن مودلز. لا، هو عمل حاجة حقيقية، سكان، فول سكان، بنسميه مسح شامل. طيب ممكن حضرتك اتكلمتني عن بعض الاستطلاعات، اديتني مثال. هل احنا وصلنا مرحلة الأسباب لسه ولا لسه؟ احنا في لسه البداية في مرحلة الاستطلاع. احنا دلوقتي لأن الأسباب دي مهمة قوي. طبعا، هو احنا دلوقتي بننهي البايلوت ستادي، يعني انا مش عارف وقت يسمح ان انا اتكلم في الجزء ده. احنا قدامنا دقيقه بس ممكن هقول لحضرتك. معظم البحوث بيتم فيها، خاصه لو بحث ميداني على المستوى الوطني او المستوى القومي، بيتم حاجه اسمها الدراسه الاستطلاعيه. الدراسه الاستطلاعيه بيكون هدفها ان انت حضرتك تجربي كل الادوات
وتطمني ان كل الاسئله مفهومه، تطمني عمليه الميكنه، لان بالمناسبه انا ما قلتش دي ان المرصد كله مميكن من اول الرائده. الرائده ما بتتجمعش بايديها، الرائده بتتجمع على تابلت، على تابلت يعني الكوتشنير بيخش على التابلت والداتا بتتجمع وسكيورد 100% وبتيجي على داتابيس جوه الوزاره وبتتجمع. يهمني جدا في البايلوت ستادي اتاكد من سلامه الادوات، اتاكد من ان كل المؤشرات اللي انا عاوزها بتجيلي. واحنا حاليا بننهي مرحله البايلوت استعدادا للتنفيذ الفعلي لاول نقطه زمنيه للمرصد. ده الوضع الحالي يعني. طبعا احنا بنتمنى لكم التوفيق، وانه كل يعني الخطط المستقبليه لمرصد التنميه المجتمعيه او مرصد وعي، علشان الناس تبقى عارفه اسمه، لانه الوعي الحقيقه هو سلاحنا الوحيد في هذه المعركه. اذا كنا بنتكلم عن تنميه هذا الوطن، عن مستقبل مصر، عن رؤيه مصر 2030، فاحنا سلاحنا الوحيد في هذه المعركه هو الوعي، وانعدام الوعي او الوعي المنقوص هو برضو عدونا الحقيقي. يعني عارفه حضرتك اخيرا يعني لو توقلنا نص دقيقة، هو حضرتك من غير وعي مفيش أي حاجة أصلا هتكمل. صح. مهما حضرتك الدولة ساعدت، وأنا بستخدم المساعدات دي بطريقة زي ما قلنا غير رشيدة، ولا أي حاجة هتتم. صحيح. بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الحميد الشبراوي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، وحديثنا كان عن مرصد وعي للتنمية المجتمعية. بنتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نلتقي بيك قريب عشان نعرف بقى نتائج الاستطلاع. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. شكرا جدا. شكرا لتشريفك. وشكرا مشاهدينا للمتابعة. غدا يتجدد اللقاء، أسرة جديدة هنا مسبيرو.